مساء النور. خير ماجد، شو فيه؟ شبك؟ ما في شيء، ما في شيء. شلون يعني ما في شيء؟ مبين زعلان، شو ما بعرفك انا يعني، احكي شو صاير معك. طلع قرار نقلي على المكتبي. شو المشكلة يعني؟ لازم تنبسط، العالم بتحط 100 واسطة وواسطة لحتى ينتقلوا على المكتبة لأنه الشغل فيها أخف، بقى لازم تنبسط مو تزعل. لك يا نجلة، أنا بحب التعليم. بحب التعليم كثير، وأحلى ساعة بقضيها بحياتي هي بتكون مع الطلاب وأنا عم علمهم وعم بتفاعل معهم وعم بنقول لهم كل شيء مفيد من الكتب. ولك في أحلى ولا أروع ولا أمتع من إنك تشوفي الجاهل صار متعلم بفضل المعلومات اللي زرعتيها فيه. حلو كثير. طالما حضرتك بتحب التعليم لهالدرجة، ليش ما بتتقيد بالمنهاج؟ كم مرة قلت لك علم الطلاب يلي موجود بالمنهاج وبس، بس ما بتسمع كلامي لأنه كلامي ما بيسمع عندك. ما بقدر يا نجلة، ما بقدر، مو بإيدي. لازم وسع مدارك الأطفال وفتح أذهانهم على المعاني الخلاقة والمبتكرة، هي مهمتي. إيه معلش، لا تزعلوا على بالك. مثل ما بيقولوا، رب ضارة نافعة. شو قصدك؟ قلت لي شو قصدك. هلا مو أنت قاعد عم تألف كتاب، صار لك سنة طلعت عيوني وما كان يطلع الكتاب. انتهز الفرصة بقعدتك بهالمكتبة وتخلص الكتاب، مزبوط ولا لا؟ أهلين بالشباب، أهلين بالصبايا الحلوين، كيفكم؟ الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. أستاذ، إحنا زعلانين منك كتير. خير، الله لا يجيب الزعل، شو القصة؟ ليش تركتنا؟ حبيبي أنا عندي شوية ظروف. شو حابين تقروا؟ أنا عندي كتب كتير. أستاذ، إحنا كتير بنكره الأستاذ دبي لأنه بضل يعيط علينا، كل شوي يتعنى بإنه والله اللي سقطتهم فيكم. أكيد لأنكم عم تعذبوا للأستاذ دبي، وهذا الشيء ما بيصير، ما بيصير، ما بيصير. عم نعذبه، بدنا نضل نعذبه حتى ترجع لنا. لا، إذا بدكم تضلوا تعذبوا الأستاذ نبيه بطل أرجع لكم. ها؟ طب أنت رح ترجع لنا؟ هالكم يوم إن شاء الله. عم حاول، عم حاول إن شاء الله. يا سلام، يا سعدك يا هناك يا أستاذ ماجد. شو مبين طلابك عندك؟ بأخير شو القصة؟ شو في ما في؟ شو بدهم يعني؟ أستاذ إبراهيم جايين الشباب والصبايا لحتى يستعينوا كم كتاب. ايوه، يعني على دورك صاروا يحبوا القراية ما شاء الله حولن. شو فهمها؟ يلا انت وياه، يلا من هون انت وياه، امشوا من هون. الامتحانات قربت، ما عدكم وقت تضيعوه. بعدين قبل ما تتفارحوا وتتشاطروا روحوا اقروا دروسكم وبلا ما يعطوا تضيع وقت. يلا انت وياه، يلا من هون، روحوا على صفوفكم فورا. استاذ، نحن بدنا نستخدم المكتبة إذا ما عندك مانع مشان تدريبات الفصاحة الشعرية، لأنه مثل ما بتعرف عنا مسابقة مع مدرسة عبد الرحمن الغافقي بآخر الشهر. أهلا وسهلا. ومين حيدرب الطلاب؟ أنا. ومين مختار القصائد؟ أنا، بمساعدة الأستاذ مهند، وكله الله وكيلك من الشعر الجاهلي القديم يلي حضرتك بتقول عنه معت.